بحب قوي لما محافظات مصر بيكون فيها كده حالة فنية حلوة، يعني دايما هتلاقي كنا يعني من شهر كان عندك الحالة الفنية موجودة جدا في الأقصر، وطبعا دلوقتي الحالة الفنية انتقلت إلى الإسماعيلية، وإحنا الحقيقة عندنا محافظات أجمل من كده مفيش. كل محافظة ليها طابع، كل محافظة ليها روح. النهاردة انطلقت فعاليات الدورة 23 مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية القصيرة، وده في قصر ثقافة الإسماعيلية. وطبعا الحقيقة المهرجان ده من المهرجانات المهمة، واللي بيكون فيها فعلا فيها أفلام مبذول فيها مجهود كبير جدا وعلى درجة عالية من الإبداع والإتقان. تم خلال المهرجان تكريم مخرج الأفلام التسجيلية الكبير عواد شكري، وكمان هيتم خلال الحفل عرض برنامج أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كيلا ريمون فيران الدولي للأفلام القصيرة. وطبعا زي ما انتم شايفين دي البوسترز الخاصة بالمهرجان، والمهرجان الحقيقة بيبقى لايق على الإسماعيلية. الإسماعيلية كمان دلوقتي كمان بعد التحديث وبعد طبعا يعني قناة السويس الجديدة وبعد الأشياء الجديدة اللي حصلت في الإسماعيلية بقى شكلها الحقيقة جميل وبديع، وهي أساسا كمان محافظة جميلة أصلا يعني. فأعتقد وجود هذا المهرجان فيها بيدي طاقة حلوة قوي كبيرة فيها. بمناسبة هذه المهرجانات الفنية، زي ما قلت لكم يمكن قبل الفاصل، الفنان الكبير حسين فهمي اللي عاد لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بقرار من سيدة وزيرة الثقافة، وهو طبعا المهرجان المصنف ضمن الفئة الأولى في الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام. طبعا احنا عارفين انه مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان مهم جدا. الفنان حسين فهمي تقلد هذا المنصب في دورات طبعا سابقة. خلينا نعرف الكواليس ونعرف كثير من الأخبار من خلال الناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي. مساء الخير يا طارق. أهلا شفك، ازيك؟ مساء النور. مساء النور، أخبارك إيه؟ تمام. الأول قول لنا أخبار مهرجان الإسماعيلية إيه؟ أنا بحب المهرجان ده، بحب الأفلام دي. طبعا ليك حق، أنا لسه يعني لسه منتهي فورا، عشان كده رجعت على طول عشان نعمل الزوم. أيوه الحقيقة إنه المهرجان فعلا زي ما أنت قلتي مهم قوي إن يبقى فيه محافظات موجودة. كان فيه مهرجان أسوان صحيح، للمرأة، وبعدين كان في مهرجان بعدها على طول الاقصر السينما للسينما الأفريقية. الافريقيه، والنهارده احنا في الاسماعيليه الافلام التسجيليه والقصيره. ودول طبعا اكتر حاجتين مهملين مع الاسف، والاضواء عليهم قليله، عشان كده كان مهم قوي مهرجان الاسماعيليه يتقدم. والحفل كان الحقيقه بسيط جدا، وكان في افلام مهمه عرضت، افلام عالميه في الافتتاح. الصمت كان فيها هو البطل. المهرجان بيلقي الضوء على هذا النوع من الأفلام اللي مع الأسف بتموت بسبب عدم الاهتمام. والسنة دي في حاجة مهمة جدا، مهرجان الإسماعيلية كان بيحرم المركز القومي للسينما بينتج أفلام، فكان في الدورات الأخيرة لم تكن هذه الأفلام من حقها أن تتنافس على الجوائز. تمام، كويس، لغوا ده، رجع السنه دي الحمد لله، لانه خوفا طبعا كان الحجه او والسبب اللي اقدر اقول ان هو له شيء من المنطق لكن ليس كل المنطق، انه المركز هو اللي بيقيم المهرجان، فازاي يبقى له افلام؟ طبعا هنا العصمه بيد لجنه التحكيم، طبعا يعني احنا لا نتشكك في لجنه التحكيم، ما دام جبت لجنه التحكيم بتدي للاجمل، سواء يبقى انتاج المركز او مش انتاج المركز، طبعا مش ده هو الموضوع. او الاكثر عشان كده ابداعا كان او الافكار حديثه او صح اكثر جديده. جمالا، يطلع مصري ما يطلع ما يطلع سوري مصري لبناني فرنسي ايا ما كان جنسيه العمل أيوة. الفني، دون النظر زي ما قال لجنسيه عبد العمل. الوهاب، طيب لا شيء يقف امام الاجمل، هو ده اكيد المهم. انا هنا عايز اسالك استاذ طارق، لانه المخرج سعد هنداوي من المخرجين المتميزين الحقيقه، طبعا طبعا فتقلده بقى منصب رئيس المهرجان، هل ده اضفى على المهرجان يعني حاجه جديده؟ الحقيقه برافو عليك سعد، فعلا اولا هو مخرج جيد جدا، عنده خبره في المهرجانات تمام، عموما، واشتغل كتير في مهرجانات مهمه، فبالتالي اختياره كان صائب من دكتوره ايناس عبد الدايم وزينب عزيز اللي هي رئيس المركز القومي، اختيار في محله، يعني اختيار فعلا هنداوي اختيار
صحيح جدا، وهو عنده قدرات في الاختيار، يعني في اختيار الافلام بقى اللي بتشارك، يعني هو مش مجرد رئيس مهرجان، هو ايضا متذوق جيد للسينما، فبيقعد مع فريق العمل وبينتقوا افضل الاعمال الفنيه في بساطه بدات من حفل الافتتاح. ده هو ده ما يحسب لحال سعد الهنداوي، حفل بسيط لكن حفل سينمائي بجد، شفنا السينما. طب انا عايزه بعيد عن اسالك. التكريمات اللي انت اشرتي لها، ومنها ايضا تكريم خيري بشاره في طبعا. النص الثاني بقى. خيري قال لي، يعني خيري حب انه شكري، عواد شكري ياخد حقه من الاضواء. شوفي الجمال، طبعا وعمره الراجل ما قال كده، يعني شوفي جمال خيري بشاره. طبعا. لو خيري بشاره خد التكريم في الافتتاح مع عواد شكري، اكيد هيسرق الكاميرا، صح؟ طبعا اكيد. شوفي جمال بقى خيري بشاره طبعا قرر ان هو يبقى تكريمه في الاخر ايوه، عشان عشان يدي فرصه ما يطغاش على، لعواد شوفي شكري قد ايه طبعا. انا عايز. طبعا انا شايف يعني التفاصيل دي هي الابداع، طبعا مش بس اكيد الابداع على هي دي الشاشه، الروح الحلوه. الابداع الانساني، طب انا الابداع الانساني حاجتين العام. بس، علشان انا عندي اسئله كتيره ليك جدا اوكي، طارق. يعني عندي سؤال برضو عايزه، الخط العام اللي انت شفته في نوعيه الافلام، الموضوعات، ما هي الموضوعات؟ لانه السينما التسجيليه الحقيقه هي السينما دقيقة. هل اطلعت؟ أنا عارفة إنها ما اتعرضتش، بس هل أنت، هي لسه يا دوبك هو أنا عارفة إن أنت دؤوب بتبقى عايز تعرف هما جايبين إيه يعني. بصي، هو من المرحله الاولى الافتتاح تعامل مع الصمت، يعني ودي هارمونيه مخرج بقى، يعني سعد الهنداوي هنا اشتغل مش مجرد رئيس مهرجان، لا، مخرج بيحس بالجمال. فكان اول حاجه اقدمها الصمت. في مثلا عاملين مئويه صلاح التهامي. صلاح التهامي ده احد عناوين السينما التسجيليه طبعا في العالم العربي كله، طبعا طبعا فما طبعا. فطبعا هو رحل الله يرحمه، الله لكن يرحمه. معمول له المئويه، وده كان بيرصد تاريخ مصر. السينما التسجيليه بترصد تاريخ مصر، هتلاقي من اول قيام ثوره في قيام ثوره 23 يوليو موجوده خطب جمال عبد الناصر، كل ده كان بيعمله صلاح التهامي، بناء السد العالي، كل ما مر بتاريخنا المصري العظيم موثق في السينما التسجيليه دي، برضو اطلاله مهمه. طيب آخر حاجة بقى، علشان المهرجان ده يبقى شعبوي شوية، يعني يقدر الناس تتفاعل معاه زي مهرجانات السينما، وده مهرجان مهم، موضوعاته مهمة، وبيبقى كده في مجهود الحقيقة، لأنه المدة قصيرة، تفاصيل كثيرة، وبيلقي الضوء إما عن موضوع أو عن حالة أو عن ناس أو عن بلد أو عن تاريخ. إيه اللي ممكن يديله الزخم أكتر؟ هقول لك انا المهرجان ده عريق جدا، للدوله رقم 23، لكن الحقيقه هو بدا من 91. انا حضرت المهرجان في كل من بداياته، يعني من اكثر من 30 سنه، لان انت عارفه في ساعات كانت الدورات بتسقط ما بتتعملش، عشان كده العدد 23، لكن طبعا. التاريخ اسبق. ايوه. كنا بنروح المقاهي ونعرض، كنا بنروح الجامعات ونعرض وندرس، فيعني يجب ان يتحرك. واعتقد انه سعد هنداوي فكرة ممكن الجامعات يدرس، دي من الأفكار الحلوة، إنه يعود ايوه، تاني للجامعات ويبقى، والمقاهي ويبقى والمقاهي موجود الدنيا، يعني بشكل نشوف، عام، يبقى ألطف يعني. فدي طيب، الحقيقه من ضمن الحاجات، واظن أو يبقى ان سعد موجود هنداوي حاطط على المنصات في، المصرية، على المنصة المصرية زي واتشت مثلا، طبعا يبقى في الأفلام طبعا. التسجيلية دي تبقى موجودة برضو، الناس بتبقى حريصة وكمان إنها تتابع. في ورش مهمه معموله، احمد كمال طبعا ده فنان كبير قوي، طبعا عمل ورشه للتمثيل، طبعا طبعا. فشباب الاسماعيليه مشارك، حتى عندهم هوايات فنيه يقدروا يعبروا عن نفسهم بورشه أكيد. التمثيل اللي بيعملها فنان قدير زي احمد كمال. أيوة طبعا. كان ضيفنا على فكرة في التاسعة، وتحدثنا عن كل هذا. طيب أنا علشان وقتك، وأنا عارفة إن أنت وقتك معانا مش هيفوتنا، إن إحنا أبدا نسأل عن كواليس اختيار النجم، إعادة اختيار النجم الكبير حسين فهمي لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي. والعصفورة قالت لي شوية كده يا طارق إنه الكواليس دي كانت دايرة بقالها 4 سنين، المعلومة صح؟ وما هي ده الكواليس؟ صحيح. سنة هقول لحضرتك، أولا حسين فهمي أحد القامات الفنية، ومش محتاج لشهادتنا، هو يعني تاريخه حافل، طبعا. وهو زي ما أنت قلتي في المقدمة رأس المهرجان 4 دورات، سنة من 98 لغاية 2001. مظبوط. في 2018 وأنا في لجنة السينما رشحنا حسين فهمي أن يرأس المهرجان، وتحمس في الأول، ولكن كان له بعض اشتراطات انا مش في حل ان انا اقولها.
عشان يوافق. المهم المرة دي لما الدكتورة إليس عبد الدايم أعادت الترشيح، أكيد حسين درس كويس قوي الموقف، وحسين أنت عارفة عقلاني جدا، طبعا درس الموقف كويس وقرر إن هو يترأس هذا المهرجان العظيم، ولازم أقول إن حفظي عمل نقلة نوعية، وحسين أكيد هيضيف. حسين مش هيجي يعمل مهرجان شبه اللي فات، هيعمل حاجة فعلا فيها روح حسين، أنا واثق. وعشان كده اختار طائب جدا من دكتورة إيناس عبد الدايم لهذا الفنان العظيم، اللي هو لن يقبل رئاسة المهرجان إلا إذا كان لديه خطة للإضافة. طب ايه اكبر تحدي ممكن يواجه الفنان حسين فهمي بعد طبعا المنتج والكاتب محمد حفظي؟ عودة الجمهور للمهرجان، أنا رأيي إن ده البند رقم واحد اللي عودة أتمنى لحسين الجمهور، فهمي. يعني عودة الناس تروح السينمات لما الناس يبقى فيه مهرجان. برافو عليك، حفظي بدأ يعني كان في خصام أو برودة بالأحرى بين الجمهور وبين مهرجان القاهرة، حفظي بدأ في إنه يعرض بره الأوبرا في شوارع مصر في وسط البلد في أكتوبر صح، و كلنا الحقيقة ده كنا عايزينه بنبقى يزيد حريصين، شوية. لأنه الناس كانت حتى مش لازم يتابع السجادة الحمراء ولا يروح المهرجان، بس كان صح، بيروح السينمات ويستمتع هو كمان، وتبقى هي دي المشاركة، يعني هو ده احنا الجميل. عايزين نرجع الثقافة دي، طبعا تعود ثقافة ان الجمهور يروح، ودي طبعا محتاجة لمرونة، ممكن صحيح، نرخص التذكرة، يعني اذا طبعا قلنا التذكرة ب 60 جنيه مثلا، ليه ما تبقاش في المهرجان ب 30 في السينمات اللي بتعرض افلام المهرجان؟ هيجي لك جمهور اكتر، أكيد يعني كلها أشياء في كمان افكار كتيرة. لازم تطرح قبل الدورة. طيب في كلام كمان على إنه كلنا عارفين إن المدير الفني للمهرجان مهم قوي، لأن المدير الفني عنده الحقيقة شغل طبعا كتير قوي قوي، اختيار الأفلام، السفر، الدول، المهرجانات طبعا التانية، طبعا المشاركات وهكذا. هل هيكون في أيضا تغيير في المدير الفني الموجود حاليا؟ يعني هي الكرة عند حسين وهو واخد كل صلاحيات لاختيار فريق توقعاتك يا العمل. طارق، يعني ما تخرجش منها بدبلوماسية، توقعاتك دايما عندك انا عندي توقعات. يعني عندي شوية اخبار بس أيوة ما اقدرش اقولها لانه حسين هو الوحيد المرغوب بيه ان يقول، لكن عايز اقول لك مصر ذاخرة الحقيقة بمن يصلحه للإدارة طب الفنية. في خلينا احنا نطرح من التساعة، وانت قول اذا كان ده ينفع ولا لا. مش عايز يبان ان انا بزكي اسماء، يعني هل مثلا ده هو الحدث الشخصي. سؤال ممكن يكون، هل ممكن مدير الفني لمهرجان الأقصر مثلا يبقى هو المدير الفني لمهرجان القاهرة لا السينمائي؟ يعني سؤال يعني عايز خبيث اقول كده. برضو مش عايز اطرح اي قرارات، أيوه انما حسين عنده مساحات كتيرة للاختيار واللي مفتوح امامه، ومصر مليئة بالكفاءات اللي تصلح للاداره الفنيه. بس عايز اقول لك حاجه مهمه، اصل انا حسين كنا بنسافر مع بعض، كان طبعا، حسين مش مجرد رئيس مهرجان كده، لا لا طبعا بيشوف طبعا كل الافلام، طبعا يعني هو نفسه بموضوع اداره مدير فني عند هو حسين في الاختيارات، بس ده لا يعني ان هو لوحده، هيبقى معاه مدير فني ومعاه فريق من الكفاءات، وحسين قادر على الاختيار اكيد. طيب سؤالي الاخير، وحازم جدا. اكيد سؤالي الاخير ليك استاذ طارق، ايه النصيحة اللي تقولها للفنان حسين فهمي، خاصة وان اشياء كثيرا تغيرت حتى في الوسط الفني، في الانتاج، في المهرجانات، حتى المهرجانات الفنية في العالم حصل، يعني زي ما بنقول، يعني حصل يعني قلة في الانتاج بسبب الظروف اللي موجودة، كورونا، واحنا داخلين كمان عندنا حروب دلوقتي، فما هي النصيحة اللي توجهها النهاردة لرئيس مهرجان القاهرة السينمائي للمرة الثانية الفنان حسين فهمي، تقول له ايه؟ لا حسين مش محتاج لنصيحة، هو أكيد عارف إن الدنيا اتغيرت، يعني في 98 لما رأس المهرجان بنتكلم على أمنيات، تقريبا بلاش نقولها ربع نصيحة، قرن. أمنيات. لا هو حصل زي ما أنت قلتي في تغير في الطبيعة الإنتاجية، وأيضا تغير في الحصول على الأفلام غير الزمن من ربع قرن اللي كان حسين رئيس مهرجان، أكيد التفاصيل دي كيف تحصل على أفلام هامة. حفظي كان عارف مع المفاتيح وعارف، أنا واثق إن حسين أيضا سيتعرف على المفاتيح وهيجيب افلام مهمه لمهرجان القاهره. الدنيا اتغيرت، الابجديه اتغيرت بتاعه المهرجانات، وحسين قادر على التحديث. هو دايما حسين قيمته ايه؟ ايه اللي مخلي حسين موجود لغايه دلوقتي في الحياه الفنيه؟ المرونه، مرن جدا، بيحدث دايما ادواته، بيستقبل اكتر ما بيرسل. حسين قارئ جيد لكل شيء، مرن في تقبل اي انتقاد، كلها الحياه عوامل بتصب لصالح اختياره. وواثق انا ان الدوره 44
ستبقى دورة تليق بمصر وتليق أيضا بحسين فهمي. طب سؤال شعبوي زي ما بيقولوا، سؤال أخير أستاذ طارق، يعني سمعنا أنه كان في ارتياح وسعادة كبيرة باختيار الفنان حسين فهمي أو عودته، يعني هو يعني ما كانش مطروح ربما عودته من جديد، ولكن يعني العودة واختياره 2018 عملت بهجة شوية لدى الوسط الفني. لا في 2018 حسين كان هو في قرار من وراء المهرجان، فدايما حسين مطروح كرئيس مهرجان هو اللي اعتذر في 2018. بس اقصد يعني انه كمان الاختيار ده والناس يعني استقبلته بشكل كبير من الترحاب يعني. طبعا، وعلى المستويين مش بس الفنانين، لا كتير من النقاد والصحفيين سعداء باختيار حسين فهمي، يعني مؤكد، يعني المساله مش بس انه نجم والناس بتحبه، لا حسين فاهم الشغلانه. أكيد يعني مش فقط نجم، مش فقط واجهة، حسين فاهم قوي يعني إيه مهرجان سينما عالمي يليق باسم القاهرة. كمان الخبرة والإحساس بما يجري في العالم بشكل عام، لأنه هي السينما مراية للي بيحصل في المجتمع طبعًا كله. حسين أو كل عنده مقومات عديدة، أهم ما فيها المرونة والشباب. الرجل أكيد لا يزال يعني فريعان شبابه الفني، ده الواد التقيل يعني هيروح فين يعني، ده هيفضل طول عمره هو اكيد زي ما هو. مرنته وثقافته وخفه دمه كلها هتبقى الجزء، هيدي كل ده، هيبقى المهرجان شبهه اكيد. وحسين دايما بيخلي الحاجه، حتى لما رأس مهرجان القاهره الاربع دورات كان مهرجان شبه حسين فهمي، يا حقيقه هيخلي مهرجان شبهه. طبعا حسين شكله حلو، فالمهرجان هيبقى حلو يعني. هو اكيد هيبقى حلو. عندي احساس انه حسين فهمي سيضيف لمهرجان القاهرة، واختيار حقيقي، اختيار صائب جدا من دكتور ايناس عبد الدين بانه يسند الرئاسة لحسين فهمي. اكيد. انا بشكرك، وخلص بقى المهرجان عشان داخلين على رمضان يا طارق، وعندنا تحليل كبير للدراما يعني. طبعا يشرفني. ان شاء الله نلتقي، ان شاء الله. كل سنه وكل الامه العربيه طيبه. وانت بخير. وانا بشكر الناقد الفني طارق شناوي من مهرجان الاسماعيليه للافلام التسجيليه، وباخد الجمله الاخيره اللي قالها الاستاذ طارق الشناوي، هو بيقول حسين فهمي او النجم الكبير حسين فهمي سيضيف الى مهرجان القاهره السينمائي في دورته القادمة رقم 44، ويشيد طبعا باختيار يعني وزيرة الثقافة الفنانة دكتورة إيناس عبد الدين.